كمان طلب فيريرا من الجهاز الطبي بقيادة الدكتور محمد أسامة تقرير مفصل عن اللعيبة المصابة مدة غيابهم كمان عن الفريق وإعداد برنامج تأهيلي لسرعة تجهيزهم. وبينتظر محمود حمد الونش مدافع نادي الزمالك إنهاء التأشيرة الخاصة بالسفر لإنجلترا عشان يجري عملية في الركبة بعد الإصابة اللي تعرض ليها في مباراة سموحة في الدوري واللي هيغيب بسببها لمدة تتراوح ما بين الست شهور أو الأربع شهور عشان طبعا يرجع مرة تانية لتدريبات الفريق. وبيعاني كمان أحمد أبو الفتوح من الإصابة بكسر في وجه القدم وتم تركيب دعامة ليه واللي تعرض ليها قصاد النادي الأهلي في مباراة السوبر واللي أقيمت في الإمارات ومحتاج من أسبوعين لثلاث أسابيع عشان يقدر إن هو يرجع مرة تانية للتدريبات الجماعية للفريق ومن المتوقع إن هيكون جاهز للمباريات بعد التوقف الحالي. كمان هيخضع البنيني سانسن إكنيولا مهاجم من نادي الزمالك لاختبار طبي مع عودة فريق الكرة للتدريبات الجماعية مساء اليوم وهيجري إكنيولا الاختبار الطبي لتحديد مدى شفائه من الإصابة اللي تعرض ليها قبل مباراة السوبر قصاد النادي الأهلي وكمان مدى جاهزيته للرجوع مرة تانية للتدريبات الجماعية خصوصا وإن اللاعب كان قرب إن هو ينتهي من البرنامج التأهيلي قبل ما يحصل الفريق على الراحة السلبية.